السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحصة الرابعة من الدرس ديال لي نومبر كومبلكس، الأعداد العقدية. دونك الحصة الماضية شفنا التمثيل الهندسي ديال العدد العقدي، وشفنا كذلك باللي كاين علاقة ما بين النقط والمتجهات والأعداد العقدية. اليوم في هذه الحصة غادي نشوفوا لي زانتربريتاسيون جيومتريك ديال لي زوبيراسيون سور لي نومبر كومبلكس. يعني شنو؟ يعني التأويلات الهندسية المرتبطة بالعمليات على الأعداد العقدية. عرفنا باللي عدد عقدي نقدروا نمثلوه بنقطة، وكذلك عرفنا باللي متجهة راه عندها اللحق ديالها اللي هو عبارة عن عدد عقدي. دونك العدد العقدي، الأعداد العقدية بصفة عامة كنقدروا نديروا بيناتهم عمليات بحال زائد ناقص الضرب إلى آخره. هنا غادي نشوفوا التأويلات الهندسية ديال هاد الحوايج هادو. دونك مثلا غادي نشوف إلا جمع جوج المتجهات شنو كيعني هادشي هندسيا. شوفوا معايا هاد لابارتي الأولى وبيا لا بروبوزيسيون الأولى اللي غنبداو بها. كتقول لي إلا عندي أول قاعدة عقلوا عليها فيكم، لا فيكس ديال U بلس V. شنو كنقصد بلا فيكس؟ توت سامبلومون هو داك العدد العقدي اللي كيمثل المتجهة. ألوغ لا فيكس ديال مجموع متجهتين هو شنو؟ هو لا فيكس ديال الفيكتور الأول، المتجهة الأولى، زائد لا فيكس ديال الفيكتور الثاني. دونك نتوما غير عقلوا عليها، أبخي ملي غندوزو للتطبيقات غنشوفوا الأهمية ديالها. ثاني واهم حاجه عندي في هذه البروبوزيسيون الاولى هي هذا التاويل، هذا عقلوا عليه عافاكم. الا عندي المتجهه او ام، شوفوا معايا لو غراف او ام متجهه، وعندي او ان متجهه واحده اخرى، ها هي او ان. الوغ دو فيكتور الا جمعتهم، الا جمعتي دو فيكتور جوج المتجهات النتيجه كتكون عباره عن شنو؟ على ان فيكتور بيان سور، يعني متجهه زدنا عليها متجهه كتعطينا متجهه. الوغ الفيكتور او ام زدنا عليه الفيكتور او ان كيعطينا الفيكتور او اس. هذه قاعده ديجا درتوها يعني في الكوليج وعاودتوها في ترونكوما الى اخره. الوغ شوفوا معايا، الا عندي او ام زائد او ان كتعطيني او اس، هاد لا فيغور هادي ديريكتومون كنقول باللي او ام اس ان الكادريلاتير يعني الرباعي او ام اس ان اي كوا اي ان باراليلوغرام يعني متوازي اضلاع. شوفوا معايا هنا الرباعي او ام اس ان، الا عندي او ام زدت عليها او ان وعطاتني الفيكتور او اس، ديريكتومون او ام اس ان راه متوازي اضلاع. بيان سور هنا بغيت نشير لواحد النقطه مهمه واللي هي لو سونس ديال تسميه النقط، يعني منحة تسميه النقط. ديما الله يرضي عليكم فاش مثلا نقول لك او ام اس ان كتعرف باللي غتكون او عاد ام عاد اس عاد ان، يعني ديما غاديين في هذا لو سونس هذا، داكور، في هذا لو سونس، في هذا المنحة. الوغ باش نحاولوا نضبطوا هذا الشيء اكثر ونفهموا المعنى ديالو، غادي نشوفوا واحد التطبيق بسيط بزاف على هاد لا بروبوزيسيون الاولى، عاد نكملوا الدرس ديالنا. دونك خذوا معايا لابليكاسيون اللي كتقول لي سوا زيد دو ا 3 زائد 2 اي، زيد دو بي هو 1 زائد 5 اي، جوج ديال لي نومبر كومبلكس. المطلوب اون ديتيرمين زيد دو سي، يعني لو نومبر كومبلكس زيد سي، تيل كو بحيث ان او ا بي سي تان باراليلوغرام. دونك عندي جوج الاعداد العقديه وبغيت نحدد الصيغه ولا القيمه ديال واحد العدد عقدي جديد سماه زيد سي، علما ان او ا بي سي هو متوازي اضلاع. بيان سور النقطه او شكون هي؟ هي الاصل المعلم اللي هي صفر صفر، يعني صفر زائد صفر اي. النقطة ا ها هي اللحق ديالها، والنقطة بي فوالا لا فيكس ديالها. الوغ ديريكتومون كيفاش كنجاوبوا على هذا السؤال؟ الوغ كنقول لهم اون لدينا او ا بي سي ايتان باراليلوغرام، هو يعني متوازي باراليلوغرام، متوازي اضلاع. مازيان لدينا او ا بي سي متوازي اضلاع. دونك اش كيعني هادشي؟ الا كان او ا بي سي متوازي اضلاع، شنو كنعرفوا حنا على متوازي اضلاع؟ تفكروا معايا اي متوازي اضلاع، مثلا سميتو او ا بي سي، حنا نحاولوا نرسموه غير باش تكون عندنا فكره، حيت كاين اللي ما عندوش قدره على انه يتخيل الشكل غير من المعطيات يحاول يرسمو. الوغ او ا بي سي رسم لي واحد المتوازي اضلاع، مثلا هذا هو النقطه او، هذه النقطه ا، هذه النقطه بي، وهذه النقطة سي. دونك هذا تقريبا متوازي، بطبيعة الحال أنا درتو غير باليد، دونك بيان سيغ ما غاديش يكون باين مضبوط، ولكن غير الفكرة اللي كتهمنا. مزيان، ألوغ شنو كنعرفوا حنا على متوازي أضلاع؟ أنه كل ضلعين فيه متقابلين فهما متقايسين، بل أكثر من ذلك كنعرفوا أن المتجهة أو أ، هاد المتجهة هادي، كي كتكون مقارنة مع المتجهة سي بي، كتكون متساويه معها. ديما هذا الفيكتور هذا كيساوي هذا الفيكتور هذا، او لا مثلا الفيكتور الاخر، مثلا او سي غتكون كتساوي المتجهه ا بي،
حتى هي صحيحه. دونك نتوما خذوا المعطى اللي بغيتو، التساوي ديال هذه مع هذه ولا هذه مع هذه بحال بحال ما كيهمش. الو غادي نكتبها هنايا، طالما هو متوازي اضلاع دونك شنو، دونك ان المتجهه او ا غتكون كتساوي المتجهه شنو او ا كتساوي سي بي. اتونسيون ما نقولش او ا كتساوي بي سي، لا، حيت باش جوج المتجهات يتساواو خاص يتساواو في نفس المنحه، دونك كتساوي سي بي. مزيان، دابا صافي هاد الفيغور هادي ما عندنا ما نديرو بها نزولوها. عندي دو فيكتور كيتساواو، اش كيعني هادشي؟ قاعده ديجا درناها، يعني ان لافيكس ديالهم كيتساوى، يعني لافيكس ديال او ا غيكون كيساوي لافيكس ديال سي بي. مزيان، شنو هو لافيكس ديال او ا؟ توت سامبلومون هو زد ديال ا ناقص زد ديال او. هذه قاعدة درناها، لافيكس ديال ان فيكتور هو الزاد ديال الحرف الاخر ناقص الزاد الحرف الاول، كتساوي شنو؟ كتساوي لافيكس ديال سي بي اللي هو شنو؟ الزاد ديال بي ناقص الزاد ديال سي، الحرف الاخر ناقص الحرف الاول. كتكافئ، شنو هي زد او؟ زد او هو صفر، يعني زد ا ناقص صفر، يعني صافي نحيدوها، كتساوي زد بي موان زد سي. حنا علاش كنقلبوا؟ كنقلبوا على لا فالور زد سي، هو لانكوني، هو المجهول بالنسبه لنا. الوغ شنو غادي ندير؟ نقول ايكيفو زد سي، صيفط لي زد سي لهنا وصيفط زد ا للجهه الاخرى. زد سي كتساوي زد ديال بي زائد ناقص باردون، لان زد ا كان زائد، دونك هنا غتكون ناقص ناقص زد ديال ا. يعني زد سي فينالمون غادي يكون هو شنو؟ الوغ زد ديال بي ديجا دوني هو 1 زائد 5 اي، ناقص زد ديال ا هو 3 زائد 2 اي، ولكن رد البال مسبوق بناقص، دونك ناقص 2 اي، اللي كتساوي النتيجة النهائية ديال زد سي. الوغ 1 ناقص 3 هو ناقص 2، و 5 اي ناقص 2 اي هي ناقص 3 هي زائد 3 اي، دونك 5 اي نقسمنا 2 اي هي زائد 3 اي، وهذه هي لا فالور ديال زد سي. نتمنى ليكزومبل يكون واضح ومفهوم وتكونوا فهمتوا الطريقه ديال الجواب، لان مهمه بزاف سيرتو هذا التسلسل هذا، لان ضروري خصنا نحترموه. مثلا لجنا قلبناهم راه لا، ضروري نحترم هذا التسلسل هذا باش نجاوب على هكذا نوع من الاسئله. دونك نتمنى هذا الشيء يكون واضح وندوز لانوتر اكزومبل. دونك خذوا معايا هاد لا دوزيام ابليكاسيون اللي عندنا فيها سوا ا بي او ثلاثه لي نومبر كومبلكس. مزيان، الوغ قالوا لينا سوا ام ان بوان تيل كو، ام واحد النقطه بحيث شنو؟ ان ناقص ا ام المتجهه ا ام زائد بي ام زائد او ام كتساوي المتجهه المنعدمه. مزيان، السؤال الاول قالوا لينا ديتيرميني لافيكس ا لافيكس ديال لو بوان ام، يعني نحددوا لاحق المتجهه لاحق النقطه باردون النقطه ام، بالاعتماد على شنو؟ بطبيعه الحال بالاعتماد على هاد الكتابه المتجهيه اللي عندنا هنايا. يلا شوفوا معايا، الوغ غادي نقول اولا اون لدينا ناقص ا ام زائد بي ام زائد او ام كتساوي المتجهه المنعدمه. ايكيفالونت مع شنو؟ غادي ندير نصيفطوا هاد موان ا بي للجهه الاخرى، دونك غادي تولي عندي بي ام زائد او ام كتساوي المتجهه ا بي، حيت موان ا بي غتولي ا بي. كتكافئ، هادشي هذا دابا شنو كيعني؟ هاد المجموع المتجهي كيساوي هاد المتجهه، يعني لافيكس ديال هاد المجموع المتجهي زائد او ام غتكون كتساوي لافيكس ديال المتجهه ا بي. داكو؟ مزيان، الوغ كتكافئ شنو هو هذا؟ هذه قاعده درناها قبيله، لافيكس ديال مجموع متجهتين هي لافيكس ديال الاولى زائد لافيكس ديال الثانيه، داكوغ؟ هذه قاعده درناها عاد قبيله، دونك لافيكس ديال او ام كتساوي شنو؟ لافيكس ديال المتجهه ا بي. فوالا، دونك لافيكس دو ا بي. مزيان، ايوا دابا نشرو كل وحده، شنو هو لافيكس ديال بي ام؟ هو لافيكس ديال النقطه ام ناقص لافيكس ديال النقطة بي، قاعدة درناها الحصة الفايتة. زائد شنو هو لافيكس ديال او ام؟ هو لافيكس ديال النقطة ام ناقص لافيكس ديال شكون؟ ديال النقطة او. مزيان، اش قلنا كيسوى هاد الشيء؟ كيسوى لافيكس ديال ا بي. داكوغ؟ دونك هادي تاهي غادي نشروها من بعد، داكوغ؟ مزيان، ايكيفالونت معاياش، لافيكس ديال ام زيد عليه لافيكس ديال ام، هي جوج في لافيكس ديال ام.
ناقص شنو هو لافيكس ديال بي؟ لافيكس ديال بي هو العدد العقدي بي اللي هو 7 ناقص اي، ولكن حيت مسبوق بناقص غتولي زائد اي. زائد ناقص لافيكس ديال او، لافيكس ديال او هو العدد العقدي او، يعني ناقص 1 زائد اي، وحيت مسبوق بناقص حتى هو عاوتاني غتولي ناقص 1 ناقص اي. كتساوي لافيكس ديال ا بي، شنو هو لافيكس ديال ا بي؟ هو لافيكس ديال بي اللي هو 7 ناقص اي، ها هي 7 ناقص اي، ناقص لافيكس ديال اش، لافيكس ديال النقطة ا اللي هو 3 ناقص 4 اي، وحيت مسبوق بناقص غتولي 3 زائد 4 اي. دونك جوج في لافيكس ديال ام هي شنو؟ صيفط ليا كلشي للجهة الأخرى. دونك ناقص 7 غتمشي للجهة الأخرى غتولي زائد 7، و 7 زائد 7 هي 14. داكوغ؟ هي كتساوي 14. زائد اي ناقص اي، هادي غتختزل في بلاصة هانيت. ناقص 1 غيمشي للجهة الأخرى، غادي يولي شنو؟ غادي يولي زائد 1. دونك ناقص اي ناقص هاي ناقص اي، ناقص 3 زائد 4 اي، زائد هاد واحد، حيت ناقص واحد تولي زائد واحد. يعني جوج فلافيكس ديال ام هي شنو؟ 14، إلا نقصنا منها 3 هي 11، زدنا لها واحد هي 12، وعندي هنايا ناقص اي زائد 4 اي هي هي زائد 3 اي. فينالمون حنا كنقلبوا غير على لافيكس د ام، يعني بيناتهم الضرب جوج غتولي قسمه، دونك تكافئ. الوغ ديريكتومون نحطوا الجواب النهائي، لافيكس ديال لو بوان ام هو شنو؟ هي 12 على 2 اللي هي 6 زائد 3 على 2 اي. وهذا هو الجواب ديال السؤال الاول. احنا قدرنا نحدو لافيكس ديال النقطه ام هو 6 زائد 3 على 2 اي. نتمنى الجواب على هذا السؤال يكون واضح، وندوز مباشره للسؤال الموالي. دونك في لا دوزيام كيسيون قالوا لنا اون ديدوير لا ناتور دو كادريلاتير ام بي ا او، لنستنتج طبيعه الرباعي ام بي ا او. ملي كيقول لك استنتج طبيعه الرباعي يعني شنو هو الشكل ديالو، واش كيكون واش مثلث ولا مربع ولا الى اخره. الوغ كيفاش ديما فيما كيقول لا اون ديدوير استنتج، كنعرف باللي غنخدم بالسؤال اللي قبل، يعني شو السؤال اللي قبل هو انني لقيت لافيكس ديال ام، ولكن بالخصوص غنخدموا بهذه لان هنا تقريبا كلشي غنجبدوه من هنا. بطبيعه الحال حتى الا خدمنا بهذه راه كاينه طريقه باش نعاودوا نجبدوا المعلومات نيت من هنايا، يعني نشوف واش كاين شي جوج المتجهات كيتساواو. الا كانوا جوج المتجهات كيتساواو يعني راه كيشكلوا ليا متوازي اضلاع. حنا غادي نبدلوا شويه وغادي نحاولوا نخرجوها من هذه باش نطبقوا داكشي اللي شفنا في الخاصيه ديال اليوم. الوغ غادي نكتب لهم ثانيا اون اشنو عندنا؟ عندي موان ام كتساوي المتجهه بي باردون زائد المتجهه بي ام زائد المتجهه او ام كتساوي المتجهه المنعدمه. تكافئ شنو غندير؟ نصيفطو هاد ا ام للجهه الاخرى عاوتاني تقريبا بحال قبيله. دونك بي ام زائد المتجهه او ام كتساوي المتجهه ا ام. حنا تفكروا ليش بغينا نوصلوا؟ بغينا نوصلوا ديك القاعده قبيله، او ام زائد او ان كتساوي او اس. فاش كتكون عندي او ام زائد او ان يعني كيبداو بنفس الحرف، كيساوي واحد المتجهه حتى هي تتبدا بنفس الحرف ولكن في تتسالي بحرف جديد. ديريكتومون كنقولوا باللي الرباعي هو متوازي اضلاع. الوغ حنا شنو غنديروا هنا؟ نحاولوا نخدموها. واش هادو كيبداو بنفس الحرف؟ لا. الوغ شنو غندير لهم باش يبداو بنفس الحرف؟ خاصي تقلبوا، وباش يتقلبوا خاصي تضربوا في ناقص. دونك بحال الا غنعملوا بناقص، ناقص عامل الاش ناقص بي ام ناقص او ام كتساوي شنو؟ حتى هنا عمل بناقص باش تقلبهم، ناقص ديال اش. الا ضربت هذه المتجهه في ناقص شنو غتولي؟ غتولي سميتها ام ا، متجهه ضربتها في ناقص كتقلب السميه ديالها، كتساوي ناقص غتمشي مع ناقص. ها هو كان اختزال هنايا. شنو هي ناقص بي ام؟ هي ام بي. ناقص او ام هي زائد ام او كتساوي شنو؟ ام ا. الوغ شوفوا دابا واش هذه هي القاعده علاش كنقلبوا ولا لا. ام بي زائد او ام كتساوي ام ا. هاد جوج كيبداو بنفس الحرف وهو نيت الحرف اللي كتبدا به المتجهه النتيجه. الوغ ديريكتومون الرباعي ام بي ا او، حيت نتوما باش تعرف كاع السميه ديالتو مثلا الا ما عطاوكش السميه بغيتي تعرف شنو السميه اللي غتكون، سهله دير المتجهه ام بي. ها هي ام بي مثلا، هادي رسمها غير اوازاغ ام بي
زيد عليها المتجهه ام او حتى هي كتبدا ام يعني كتشترك معاه هنا دونك ام او اش كيعطيوني كيعطوني متجهه جديده سميتها ام ا كتبدا في ام وكتسالي في ا هاد ا غتكون وسط منهم يعني غادي تكون شي حاجه اللي دايره بحال هذا الشكل تقريبا هذا هو ا يعني شنو سميت هذا الرباعي دابا اللي عندي هنا متوازي اضلاع شنو السميه ديالته ام بي ا او ام بي ا او في حاله يعني ما عرفناش شنو السميه اللي غتكون عنده دونك اين فوا توصل لهنا كتب الجواب دونك alors الجواب النهائي غادي يكون هو ام بي ا او ايتان parallélogramme حلاش حيت قاعده الفوا تكون عندك هذه الكتابه صافي راه ديريكتومون سي ان باراليلوغرام متوازي اضلاع باردون باللغه العربيه اذا ام بي ا او متوازي اضلاع Et voilà la réponse de la question Tania من هاد l'application هادي نتمنى تكون واضحة ونتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الحصة هادي وفهمتوا هادشي اللي درنا فيها فيما يخص تأويلات الهندسية المتعلقة بالعمليات على الأعداد العقدية بطبيعة الحال هادشي ديال الهندسة في الأعداد العقدية راه ما سالاش راه مازال قدامنا طريق طويلة دونك نشوفكم إن شاء الله في الحصة الماجية اللي غنكملوا فيها الدرس وكيف العادة أي حاجة ما واضحاش أو لا مفهوماش يمكن لكم تسولوا فيها في الجروب الخاص ديال عرض التفوق وراه غادي نجاوبكم دونك بعد أن نكون وصلت لافان ديال هاد لافيديو والسلام عليكم